زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم تحية عطرة. اليوم نتحدث عن موضوع الطفل يسأل. كثير من الناس يمر علينا بأنه والله ولدي بزعناز إذا محرجة، والله ولدي كلامه كثير، والله ولدي أنا ما عارف أجاوب ليه الأسئلة، وكثير نقهره في أنه ليه بيتكلم كثير، ليه بيسأل كثير. يا جماعة، الطفل الأسئلة بالنسبة له صحة، الأسئلة بالنسبة له معرفة، كونه يتحدث ليعرف هذا مكسب كبير. ونحن أصلا قايدين أطفالنا عشان ما يعرفوا، عشان ما يكتشفوا، عشان ما يدركوا الحياة، عشان ما يكونوا ناس فعالين. الإجحاف في حق تعليم المشكلة، كونه نبخل عليهم بالإجابات، كونه نفتكر إنه ما عندنا زمن لإجابة لأسئلتهم، كونه نفتكر إنه أسئلتهم محرجة، هذا كلام ضار. وأنا بفتكر ليس هناك سؤالا محرج. من حق الطفل أن يعرف، كله صغيرة وكبيرة. الغران لما جاء ما أخفى أي معلومة لا على كبير ولا على صغير، ولا قال هناك معلومات محرجة يجب أن نخفيها، بل كان واضح جدا في شرحه لكل الأساليب الحياتية. طيب، من أين لنا بهذا الحرج؟ وكيف نتعامل مع سلوك هذا الطفل وأزيلته؟ أنا بقول دائما أعطي ابنك مساحة، كن على استعداد أن تجيب على كل سؤال يصدر من ابنك. ليه؟ عشان ما يلجأ لآخرين، عشان ما تشوش المعلومات اللي عنده، عشان ما يستغل الاستغلال السيء. الحاجة الثانية، كن صادق جدا مع ابنك، لا تكذب مهما كانت صعوبة السؤال. لما يكون السؤال صعب وانت حاسس انه أكبر من عقلية طفلك، اختار الأساليب والمعلومات البسيطة قدر حجم عقليته، وديه الرسالة وهو حيكبر وحيسمع المعلومة وحيفهمها وحيعرف انك انت يوم ما قلت له المعلومة دون كذب. لكن الطفل ذكي، مجرد ما تكذب يقرأ تعبيرات وجهك، والطفل يعتمد على اللغة الغريزية اللي هي نبرة الصوت وتعبيرات الوجه. مجرد ان تكذب هو يحس ويفقد الثقة في تعاملك معه، بالتالي حيضطر يسأل اخرين بعيد عنك، وانت لا تعلم من الذي يسأل وكيف حيبث المعلومة وكيف يشوش على إدراك الطفل ومفاهيمه، وبالتالي مصدر خطر. الإجابة على عزيلة طفلنا بتبني ثقة بيننا وبينه، بتزيد معرفته، بتخليه عنده إحساس بذاته، واثق من نفسه. متى ما حس بأنه في معلومة فاتته بيلجأ لك طوالي عشان ما يستشيرك، عشان ما تديه المعلومة الكافية. ونحن دائما بنقول لأولادنا دائما تعالوا استشيرونا. طيب، لو ما بنينا الثقة، لو ما جاوبنا على أسئلتهم من طفولتهم، لو قهرناهم من طفولتهم، ما بتتبني الثقة دي، ما هيجوا لنا في أي صغيرة وكبيرة، هيضطروا يسألوا آخرين. ودائما يجي الآباء يقول لك والله ولدي ما قال لي، والله ولدي بدس مني الحاجات. نحن أقحمناه في هذا الطريق، قهرناه، أسئنا ليه، حجمناه بانه اسئلتك كثيره، كلامك كثير، انت يا اخي زول ما تتكلم كثير. ونحن بنجهل في النمو، النمو يا جماعه الطفل الثلاث سنوات وانت ماشي لقدام كثير الكلام. ليه؟ لانه زادت حركته، عايز يكتشف اي حاجه، بيجي تجي داخل البيت ابوي ده شنو؟ دحق منه، اكله انا، اشيله انا، ادي معاي زول ما ادي. مواضيع بسيطه جدا بتنمي عنده قيم، بتنمي عنده افكار، ما يجب أن نحرمه منها، ويجب أن نكون مصدر إلهام له ومصدر قوة في أنه يستقي المعلومات بشكلها الجيد ويحس الأمان ويطمئن لينا. بالتالي هي مرحلة بتاعت إدراك قوي جدا، ومرحلة معرفة قوية جدا، بتأسس لشخصية مستقبلية ناجحة. بالتالي أنا اللي قاعد أشوفه وقاعد أسمعه من كثير من الناس في شكواتهم إنه أسئلة أولادنا محرجة وما بنقدر نجاوبها، أنا بفتكر العيب ما في الأطفال، العيب في الكبار، وفي مفهوم للتنشئة ومفهوم لإدراك الطفل. ومن حق الطفل أن يعرف كل
المعلومات، لانه دي حياته، لانه ده مستقبله، ونحن بنأسسه من الطفوله عشان ما يواجه الحياه المستقبليه. وربوا ابنائكم لزمان غير زمانكم، 200 حيجي الزمن اللي انت حيسالك فيه وانت ما قاعد، من صغره اذا قدرت تديه المعلومات متدرجه عبر مراحل عمره في الصغر فانت ناجح، عشان لما نيجي بعد المراهقه يكون هو جاهز. اكثر حاجه انه ولدونا كيف؟ طلعنا كيف؟ انا بقول الاجابه بسيطه جدا، اذا كان ده اصعب سؤال، انت انا ولدتك من بطني وانت طلعت بحاجه اسمها قناه الولاده، وانت مش هتمشي المدرسه، لما تخش المدرسه حيدرسوك ماده اسمها العلوم، والعلوم دي حيشرحوا لك فيها قنوات الولاده وطريقتها، وبعدين انا يوم ما حذكرك وانت طوال هنا ربطته بالتعليم، وحيقول لك انا حامشي المدرسه 200 وحاخش 200 وحتدخلوني المدرسه عشان اعرف نقلت فكره في تسلسل ايجابي جدا وما كذبت عليه وكنت حسب قدرته العقليه وربطته بالتعليم والاكتشاف، بالتالي هو سعيد جدا وحيجي اليوم اللي حيقرا فيه الكلمه وحيتذكر وحيعرف انه ابوه كان صادق او امه صادقه جدا، وبالتالي العلاقه حتقوى بيناتكم، واللي هي العلاقه دي اللي بتقوي الشخصيه بالمناسبه. احساس الامان في وجود الوالدين ينمي الشخصيه، عدم الامان في وجود الوالدين بيضعف الشخصيه ويقهر الطفل بشكل كبير. وانا بلاحظ القهر موجود كثير جدا، بس اسكت ساي ما تتكلم، نحجم الطفل دائما ونضعف من قدراته، نضعف شخصيته، نخليه انطوائي، نخليه مضطرب في دواخله، لو ذهنه جاب اي سؤال يبتدي يكون خايف في انه يسال منه، وكثير جدا يكبت المعلومات ويتضرر ويكون ما صاحب معرفه، ويضحك على الاخرين في كبر وانه هو ما عارف ابسط مقومات الحياه، بالتالي ده ضرر كبير. ده عدم وعي، عدم ادراك لحياه الطفل، عدم معرفه بخصائص التنشئه المستقبليه، انها بتتاسس من الطفوله من خلال اسئله الطفل البسيطه دي، بيبتدي ينمو الفكر، بيبتدي ينمو الادراك، بيبتدي ينمو التعلم. وده اصلا دورنا في الحياه، نكسب الطفل معلومات. الطفل نحن القدوه بتاعينه اللي بنعلمه بالتسلسل الايجابي، نحن الدافعين وبنولد الدافعيه عند الطفل ليتعلم. فليه نحن بنوقف التعليم؟ ليه بنقهر التعليم؟ ودورنا ان نعلم، ان نربي. التربيه ما تعني انك انت تكون عنيف وتكون قاسي وما فاضل الكلام وما مستعد تتكلم. طيب متى تعلم طفلك؟ متى تعلم طفلك اذا انت ما مستعد تتكلم؟ انت ما فاضي اليوم؟ انت ما عندك اليوم وقت؟ ما تزهجوني، ما تضايقوني، معناه انت فاشل في التربيه اساسا، وانت ما قادر تلعب الدور بتاع الابوه، وبالتالي طفلك تتوقع منه اي سلوكيات مضطربه مستقبلا، وده حصاد ما زرعته. اتمنى ونحن على مشارف ناحيه الحلقه انه كل اب وام يكونوا على استعداد للاجابه على اسئله طفلهم، يكونوا هم اقرب الاقربين في انه يحلوا اي معلومه عايزها طفل سريع، هم الاقرب في الاجابه عليها. هم مصدر الثقه لانه الطفل يستقي المعلومات، هم مصدر الامان انه الطفل من حقه ان يتحدث معهم ويكتسب ما يريد، هم اللي بيعلموا الطفل كيف يتحدث، لانه الاجابات بتعلم الطفل كيف يتحدث، متى يتحدث وكيف يجاوب وكيف يواجه الاخر وكيف ننمي الشخصيه الايجابيه. بالتالي انا بفتكر انه الوالدين لهم دور كبير جدا، دائما اللوم بيجي على الاطفال، لكن احنا بنقول اللوم دائما على الوالدين، لانه الدين ده قال الوالدين هم المطلوب بهم التربيه، الطفل ما قاعد يجيبش من فراغ، بيجيب من التربيه اللي نشا فيها، يولد الطفل خالي الذهن من المعلومات، بالتالي والدينه هم اللي بيكسبوه القدرات، فشل الطفل فشل اسره، نجاح الطفل نجاح اسره. فأتمنى التعاون مع الأطفال، أتمنى السماح للأطفال بالحديث، بالقرب منك، بإحساس الأمان معك، وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. هي زوجتي، عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أياه
في بيتها أزكى من الريحان.